بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي حقيقة كل اللي بيربي الحاجة دي بيكون شغلاه، أو حتى المبتدئ، أو حتى في ناس بتربي الحمام للاستثمار، لموضوع إن بتاكل منه أو بتبيع منه. فاحنا هنتكلم ازاي تسمن الشغلول عندك، ازاي الشغلول يبقى حجمه كويس، وامتى تمنع الشغلول من أهله، تشيله من تحت أهله، وايه طريقة الاكل اللي تمشيها مع اهله، ازاي تأكل اهله عشان الزغلول يطلع حجمه كويس. اول حاجة احنا هنتكلم عن اهله، وازاي الاهل ياكلوا، وكم مرة ياكلوا في اليوم، وازاي ياكلوا، ودي صراحة ليها طريقة معينة. يعني انت ممكن مثلا لو ايه خليت الاكل قدام الحمام طول اليوم، وتيجي تقول انا برمي اكل في كميات وطول اليوم والاكل قدام الحمام، وتبص على انت على حجم الزغليل تلاقي حجم الزغليل صغير. طب ازاي ده انا برمي كميات اكل والاكل قدام الحمام طول اليوم؟ وفي الحقيقة دي غلطة كبيرة جدا كل الناس بتقع فيها. فانت خد بالك، الحمام تأكله على فترات. ازاي؟ مثلا مرتين في اليوم او ثلاث مرات، ما تسيبش الاكل قدامه، تعوده على يعني مثلا مرة الظهر ومرة المغرب ومرة بالليل بكميتين من الكميات لحد ما الحمام يشبع، وتسيبه تنتل وتطلع له. بكده الفرد هياكل ويروح يدي الزغلول عشان عارف ان مفيش اكل تاني، يديله كل اللي عنده، ولما تطلع تاني يكون جاع وتديله اكل. والموضوع ده فعلا اثبت لما جربته مع الحمام، شفت الزغاليل وشفت حجم الزغاليل. واحنا هنوريكم النهارده ان شاء الله الزغاليل وصلت لحجم عامل ازاي لما تبعنا الطريقه دي. بسم الله. معانا مثلا قص، النهارده هنتكلم معاهم او دلوقت القص دول بالذات. دلوقتي في الوقت ده تقدر تشيل الزغاليل من تحت القص، وتمنع الزغاليل كمان ان هي تاكل. لما القص يحصوا، القص ابتدوا يحصوا والزغلول حجمه باين. بسم الله. ادي القص محصين اهو، والحصى اهو، وادي الزغاليل. بسم الله. ادي حجم الزغلول مناسب، ادي وحجم الزغلولين قد بعض. بسم الله ما شاء الله. لو انت هتربي او انت هتاكل احجام ما شاء الله، والزغاليل تقدر تشيلها من تحت اهلها وتنزلها، خلاص انت مش محتاج تسيبها، حجم زغاليل باين عليها. بسم الله. والقص ابتدوا يحصوا، ونشوف مثلا زغلولين تاني، ودول جوز تاني، دولك برضو الفردة ابتدت تحصي. عايزين نشوف حجم الزغاليل اول ما الفردة حصت بتعاملة ازاي، وبكده نعرف اشيل الزغاليل فعلا واسيبها تاكل في الارض ولا لا. بسم الله. ادي الزغلول. بسم الله. كده نقدر اشيل الزغلول ده واسيب. ادي الزغلول ما شاء الله على حجم الزغلول، ولا بندي ادويه ولا بتدي اي حاجه، ولا محتاج مكملات ولا محتاج اي حاجه، لا ده حجم زغلول طبيعي فعلا بطريقه الاكل اللي احنا اتكلمنا عليها. بسم الله. يعني انت بالشكل ده لو عايز تذبح تقدر تذبح، واحجام ما شاء الله، وتقدر تسيبهم كمان. انت تقدر تسيب الزغلولين في السن ده، تقدر تسيبهم، هتلاقي الزغلول ابتدى الشعر الاصفر اللي عليه وقع، الريش الاصفر اللي عليه ابتدى يقع ويتبان على الزغلول. لما تروح تشيل الزغاليل وهي لسه صغيره تحت اهلها وتنزلها على الارض، زغلول بيتشقف، وتيجي تذبح، تيجي توري لحد الزغاليل اللي عندك يقول لك ايه يا عم الزغاليل دي. وهنجيب مثلا زغاليل في عمر اقل، ونشوف الزغاليل بالطريقه دي وهي في السن ده جسمها عامل ازاي والحجم عامل ازاي، بنفس طريقة الأكل اللي اتكلمنا عليها. الزغلولين الحجم قد بعض، يعني انت مش هتلاقي زغلول أكبر من التاني. الزغلول واكل وشبعان وحجم ما شاء الله. ده بسبب ايه؟ بسبب طريقة الأكل اللي احنا قلنا عليها في أول الفيديو، إن انت تأكل الحمام على فترات، ما تسيبش الأكل طول الحمام طول اليوم قدام الحمام طول اليوم. بكده الفرد عارف إن الأكل على طول قدامه، فمش هياكل جامد ويأكل الزغلولين. إنما لما الأكل حط له على الفترات، اول ما الاكل يتحط الفرد يهجم على الاكل وياكل عياله. وان شاء الله الطريقه دي تعجبكم. ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناه ولايك عشان نستمر.